نجل زينة يجري عملية جراحية خطيرة. والدته ظهرت برفقته في غرفة العمليات أثناء إجراء العملية. خلال الأيام الماضية كشفت الفنانة زينة أن نجلها تعرض لإصابة في ذراعه، ونشرت صورة أثناء وضع ذراعه في الجبس. مؤخراً ظهرت زينة داخل غرفة العمليات برفقة نجلها، وكان كل منهما يرتدي الملابس الخاصة بالعمليات الجراحية، على ما يبدو أن وضع نجل زينة الصحي أصبح سيئاً، وكان من الضروري التدخل الجراحي حتى لا تتأثر حركة ذراعه في المستقبل. كعادة زينة أخفت وجه ابنها وقامت بوضع قلب أبيض على وجهه، وذلك لأنها تحافظ على خصوصية أطفالها بعيداً عن الإعلام والسوشال ميديا. زينة لا تمانع في الظهور مع توأمها في الأماكن العامة، وخلال الأيام الماضية جعلتهم يشاركونها في تبرعات ضمن مبادرة الهلال الأحمر لدعم فلسطين، لكنها أبعدتهم تماماً عن الكاميرات حتى لا يتم تسريب أي صور لهم. أكدت زينة أنه في المستقبل لن تمنع أطفالها من التواجد على السوشيال ميديا، لكن موقفها الذي تتخذه حالياً يرجع لرغبتها في أن يعيشوا حياة سوية وطبيعية مثل باقي الأطفال في عمرهم. زينة مستمرة في رفع الدعاوى القضائية ضد والد أطفالها الفنان أحمد عز، ومؤخراً أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماً بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23,304 جنيهات استرلينية، ما يعادل قرابة 1,000,000 جنيه مصري، مصروفات مدرسية لسنة 2022-2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.